عن تداعيات الهجوم على مطار بغداد الدولي وسط تصاعد الصراع السياسي بين الميليشيات والأحزاب السياسية، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. أستاذ نظير، مرحبا بكم. يعني بداية، كيف تقرأ هذه السرعة الحكومية بإعلان القبض على متهم باستهداف مطار بغداد، في حين أن كثيرا من الهجمات السابقة لم يجري الكشف عمن يقف وراءها، ومنها على سبيل المثال للحصر، على سبيل المثال منزل الكاظمي الذي تعرض إلى هجوم بصواريخ؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني الحقيقة من يراقب المشهد العراقي يعرف أن كثير من هذه العمليات العسكرية والخروقات الأمنية ما هي إلا رسائل متبادلة ما بين أطراف هذا النظام، وخاصة يعني فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت خلال الشهرين أو ثلاثة أشهر الأخيرة، كلها تندرج ضمن هذا الصراع السياسي بين الكتل للفوز بالمناصب الحكومية التي يتصارعون عليها. والدليل على أن هناك عمليات أكثر وضوحا لكن لم يتم الإعلان عن أي منفذ، وأنا أعتقد أن الإعلان عن إلقاء القبض على منفذ، وبالذات هناك تلميح على أنه من السنة أو من العرب السنة، ما هي إلا توظيف لتأجيج روح الطائفية مرة ثانية لتوظيفها لخدمة تتعلق بالصراع السياسي المتواجد حاليا. أستاذ نظير، هناك تناقض بين إعلان القبض على ما وصفوه بالفاعل وبين التلميح بأن المجرمين يعتبرون الصمت على الهجمات غطاء سياسيا لهم. الكاظمي مما يخشى تحديدا؟ الحقيقة أنا يعني أريد أن أوضح الفكرة من هذا بشكل جلي. يعني أنا أعتقد أن من مصلحة الإطار استدراج الحكومة واستدراج الصدر وسيارة إلى معركة ما قبل تشكيل الحكومة، لأن خلط الأوراق هذا سينفع كثيرا في الحيلولة دون إكمال الصدر تشكيل حكومة الأغلبية التي ينادي بها. وبالمقابل الصدر وحتى الكاظمي يحاولون جهد إمكانهم تأجيل مثل هكذا مواجهة إلى ما بعد تشكيل الحكومة، وحينها سيكون الصدر ممسكا بالآلة العسكرية الحكومية والقوات الأمنية الحكومية، وبعدها يستطيع تصفية حساباته مع هذه الميليشيات. لذلك هذا التحرش الذي يقوم به ميليشيات الإطار هو محسوب ومدروس لاستدراج الصدر والحكومة لمعركة خاسرة، وإلا فإن الأمور واضحة لكل متابع، فكيف يعني حكومة لديها أجهزة أمنية ولا تعرف من هو المنفذ؟ ويعني هذا إعلان القبض على شخص مغمور لا يعرفه أحد، ولم يتم ذكر الجهة التي يعني دفعته لفعل مثل هذا الفعل، يندرج للحيلولة دون وقوع تصادم قبل استكمال الحكومة الصدرية القادمة. أستاذ نظير، بسؤال جدلي يعني وضمن حدود المعقول، كيف يمكن لشخص مثل أكرم راشد أن يقوم منفردا بهذا الاستهداف؟ لماذا يعني لم تعلن الحكومة صراحة الجهة التي يرتبط بها أكرم؟ ما السبب في ذلك؟ طبعا هو هذا أصبح مسار سخرية للجميع، يعني لا سيما من هو يمتلك رؤية عسكرية. كيف لشخص بمفرده أن يقوم بنقل ونصب قاعدة لإطلاق صواريخ ثم تحديد الأهداف في منطقة تعتبر محصنة أمنيا؟ يعني كما تعلم أخي الكريم، مطار بغداد ممسوك من قبل القوة الأمنية، وكذلك ما يسمى بالقوى الساندة، يعني أقصد ميليشيات الحشد الشعبي. هذه كلها، كل هذه القوات هي مسؤولة على أمن المطار، فكيف بشخص واحد أن يقوم بالدعم اللوجستي ثم تنفيذ الضربة ثم الانسحاب سالما دون أن يتعرضه لأحد؟ يعني وقيل أنه ألقي القبض في منطقة على طريق يعني أربيل، وهي منطقة بعيدة أكثر من 300 كيلو متر عن بغداد، فالأمر يعني فيه شكوك كبيرة
والقصة التي تم روايتها من قبل الدولة عليها يعني مواضع شك كبيرة، ولا يتم يعني ولا يستطيع أحد أن يقتنع بهذه الرواية الرسمية. أستاذ نظير، هو في هذا الإطار يعني لماذا يخشى الجميع في العراق تسمية الأشياء بمسمياتها بمن فيهم طبعا بعثة الأمم المتحدة يونامي؟ هذه التورية هل هي لمصلحة الوضع المتردي في العراق؟ أكيد لا. أنا يعني أقول شيء، يعني أن الوضع في العراق مع الأسف تتوافق فيه حتى الدول الكبرى على بقائه كما هو ولا تريد أي تغيير، وإلا فإن الأدلة التي تدين هذه الميليشيات بارتكابها أعمال إرهابية تمس أمن المواطن كثيرة، ويعني أكثر من أن تعد أو تحصى. وبالتالي هذا السكوت معناه أن الدول الفاعلة هي مستفيدة من هذا الوضع الذي يعيشه العراق، كذلك الحكومة الحالية بأجهزة الأمنية وبكل فعالياتها تجد نفسها غير قادرة على مواجهة هذه الميليشيات. فهذه الميليشيات هي دولة داخل الدولة، بل إن كثير من قادة هذه الميليشيات يقولون بصراحة إن الحشد الشعبي أو بمعنى الميليشيات هي أقوى من الجيش، بدليل إن الجيش قد انهزم أمام عصابات داعش، ولا يعرفون بأنهم هم يستهينون بقوة عسكرية تمثل سيادة هذا البلد. وبالتالي نحن نتعامل مع طرفين، أحدهما يقول أنا الدولة وأنا أمتلك كل مقدراتها، والطرف الآخر لا يعني شيء ولا يمثل الدولة. أستاذ نظير، تعتقد استمرار هذا الصراع وتدخل إيران في رسم معالم التضاريس السياسية في العراق، هل تعتقد أنه يدل على محاولات يعني إعادة العراق لبعده العربي وبالتالي وضعه دوليا؟ إلى أي مدى تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية ما يجري هناك؟ والله يا أخي أنه لا توجد محاولات جادة لإرجاع العراق إلى بعده العربي، وكذلك ما زالت التدخلات الإيرانية كبيرة وتدخلات سافرة. لكن الجديد بالأمر أن النظام الإيراني وكأنما بدأ يفقد السيطرة على ميليشياته، فكثير من الأعمال التي تقوم بهذه الميليشيات لا تخدم حتى المصلحة الإيرانية، خاصة فيما يتعلق مع في مفاوضات في جنيف وغير من هذه الأمور. الآن هذه الميليشيات تحرج النظام الإيراني نفسه، وبالتالي الأمر تغير. يعني لا أريد أنا أقول أن التظاهرات تشرين أثرت بشدة على هذا النفوذ الإيراني داخل العراق وفقد حاضنته الشعبية، وبالتالي الآن نحن نتعامل مع ميليشيات هي أقرب إلى أن تكون عصابات مارقة وخارجة حتى عن سيطرة من كان يتولاها ويدير دفتها داخل العراق. وطبعا هذا وضع خطير حينما تجد جماعات مسلحة لا تأتمر بأمر أحد وترسم لنفسها الطريقة التي تتعامل بها وتتصرف بها. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لكم.